السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه النهاردة يا جدعان؟ هنشرح لكم حاجة جميلة جدا، هي عروض بابجي النهاردة والولاعة، العرض الولاعة، العرض الجميل طبعا الناس كل اللي مش عارفاه، وفي عرض تاني للناس اللي شاحنين وكده اللي بشدادات. فالاول هنبدأ بالعرض المجانا، بسم الله الرحمن الرحيم. فطبعا زي ما احنا شايفين كده يا جدعان، افتح، ما عندناش ولا ولاعة يا جدعان. فالمهم اللي احنا شايفين الحاجات، الولاعة دي عشان تفتح الولاعة بتاخد البدلة الجميلة ديت، يعني بدلة جميلة جميلة، يعني هي لو كانت دائما فالبدلة دي يا جدعان والله كانت جميلة، بس المشكلة ان هي جاية مؤقتة 3 ايام. فكل اللي عليك انك انت بترسل لاصدقائك، واصدقائك بيرسلوا لك، تبادل مع اصدقائك لحد 22 واحد هو تبادل معاه، وهم بيرسلوا لك وانت بترسل لهم. ده اول عرض معانا. نشوف العرض التاني يا جدعان، وده للناس الشحنين طبعا، العرض بالحزمة الصوتية. الحزمة الصوتية حلوة برضك يا جدعان، واللبس الجميل، والله اللبس، لبس جميل جميل خرافي. هو اللبس ده، بص يا جدعان، لبس لبس حلو حلو حلو، وسكين السيارة جميل جدا يا جدا، عامل زي الموسم الـ8، تتذكر الموسم الـ8، السيارة بتاع الـ8، يمكن ده احسن منها، ولا يعني سكين جميل جدا. لا الموسم كان كام؟ الموسم العاشر، والله ما اتذكر كان الموسم كام يا شباب. المهم يا شباب بيجمعوا الحاجات ديت وبتبدلوها. طيب ازاي ابدلها برضك؟ عشان انا قلت للناس الشحنين، محدش يقول لي ان ديت مش للناس اللي شحنين، الناس الشحنين، لان الصندوق ده اللي هتفتحه بكام يا جدعان؟ هتفتحه ب120 شداد. انت وحظك طلع لك اللبس من هنا، طلع ما طلعش بيطلع لك الحاجات اللي تحت، طلع تمام، يعني انت وحظك الحاجات هي. ويا اما الشركة 90% هتنزل، بس انا مش متأكد، يعني اليوتيوبر كله يا جدعان قايلين هتنزل عروض بس انا بقول لكم يا جدعان ان الحدث ده مش هينزل، يعني 90% ممكن ما ينزلش، و10% نعم اليوتيوبر كلهم بيقولوا هينزل، لكن انا بقول لا مش هينزل. فلو نزل يبقى حاجة حلوة، يعني عمره ما ينزلوا صندوق بفلوس وينزلوا لك حاجة هنا ببلاش، لان هو هو الصندوق، ما فيش اختلاف خالص زي ما انتوا شايفين يا جدعان، هو هو ما فيهوش اي اختلاف. ده تاني عرض كان معانا يا جدعان. وبخصوص اهم حاجة يا جدعان، الناس اللي كانت بتسأل عن الشخصيات القصايم يا جدعان، تمام، يوتيوبر كتير قال لك هينزل 2400، هينزل مش عارف ايه، هنشتري كارلو، هنشتري، لا كل ده كلام كدب يا جدعان، مش هينزل القصايم دي كلها. يوم ما هينزلوا القصايم، يوم ما هينزلوا، هينزلوا الساره بس، ان احنا نشتري ساره بس، مش هيوصلوك ل1200 خالص، يعني دي اللي هتقدر تشتريها، وكمان يعني بعد فتره طويله، يعني مش هينزلوها على مدار مثلا اسبوعين ثلاثه، لا ممكن ينزلوها اقل حاجه بعد 5 مواسم، عقبال ما بس تقدر تجمع شخصية صار. ده كمان ايه، مش مؤكد، يعني انا بقول لكم 5 مواسم مش مؤكد، يعني انت ممكن شهرين عقبال ما تجمع لك حوالي 100 تاني، شهرين جمع لك 100 تاني، شهرين، يعني كل في اخر موسم هينزلوا زي ما انا بقول لكم كده يا جدعان. فانا مش عايز اشرح لكم اي حاجه غلط يا جدعان، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وانا مش عايز اطول عليكم، ومش اي يوتيوبر يقول على حاجه يعني تصدقوه، يعني ان شاء الله ابتدي باذن الله انزل معاكم العروض، بس انتوا يعني شجعوني شويه، ان
شاء الله بإذن الله لما تجيبوا رايكات وكده اي عرض ينزل اشرح لكم العرض بسرعة كمان. يعني المشكلة بس العروض بسبب ان مفيش تفاعل يعني، فان شاء الله لو في تفاعل وكده يا جدعان هنعمل رومات مع بعضينا ونعمل مسابقات ونبتدي مع بعض كل حاجة يا جدعان. وانا مش عايز اطول عليكم عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.